مسافة مش بعيدة عن سبيل أم عباس هتشوف منشأتين متشابهتين، الأولى منهم إبلية عبارة عن مسجد، والتانية بحرية عبارة عن تكية وخنقاء، الاتنين بيحملوا نفس اسم الشارع. هي مجموعة مباني أثرية بناها الأمير شيخون العمري، تشمل مسجد وحوض وخنقاء، ولكن أطلق عليها مسجدي شيخون القبلي والبحري. القبلي منهما على اليسار أنشئ مسجدا سنة 750 هجرية، والأيمن البحري أنشئ كخنقاء للصوفية سنة 756 هجرية، وفيها دفن الأمير. مسجد الأمير شيخون وأحد المساجد الأثرية التي لن ينسى التاريخ دورها في نشر العلم والمعرفة والدعوة إلى الله عز وجل. أما الخانقة التي تجاور المسجد فقد شيدها الأمير شيخون بعد بناء المسجد بخمس سنوات لتكون سكناً لطلاب العلم وداراً للصوفية يتعبدون فيها ويتقربون فيها إلى الله عز وجل. هو الأمير شيخون العمر الناصري، اشتراه الناصر محمد بن قلاوون وحظى بمكانة كبيرة وبزغ نجمه عند الملك إلى أن أصبح في دولة الملك الناصر حسن أحد أمراء المشورة. الأمير شيخه اشتراه خواجة عمر أحد أعيان الدولة في عصر المماليك وباعه للملك الناصر محمد، لذلك لقب بالعمري نسبة لمن اشتراه ولقب بالناصري نسبة للسلطان الناصر محمد. بدأ نجمه يظهر في عهد الناصر محمد عندما عمل كاتبا في ديوان الناصر محمد، إلا أنه كقائد عسكري بدأ يظهر في عهد السلطان حاجي ابن السلطان الناصر محمد، وترقى في درجات السلم العسكري حتى صار أتابك العسكر أي قائد للعسكر، وهو أول من لقب بالأمير الكبير نظراً لازدياد نفوذه. أصبح للأمير شيخون مكانة عظيمة وكبيرة وسط الأمراء، وشفع للكثير من الأمراء وسعى للإفراج عنهم، وعظم شأنه وأصبح زمام السلطة بيده، وعينه السلطان نائبا لطرابلس سنة 1350 ميلادية. في سنة 755 حدث خلاف بين السلطان الصالح وبين الأمير شيخه، فقام بعزله وأعاد السلطان حسن مرة أخرى إلى حكم مصر سنة 755. وفي هذه الفترة تحديداً بدأ الأمير شيخه يهتم بالعمارة الإسلامية. المسجد عبارة عن صحن مكشوف أرضيته مفروشة بالرخام الملون، وتزينه زخارف هندسية بديعة باللون الأحمر والأزرق. الموقع بيتميز بروعة التصميم المطعم بالزجاج والخشب والرخام، واللي طاغي بشكل كبير على الجدران وعلى الأعمدة والأروقة المختلفة. أما عن رواق القبلة بيتصدره محراب كبير مجوف بجواره منبر من الرخام، بالإضافة إلى دكة المبلغ وهي من الحجر ترتكز على أعمدة بالرخام. يتوج المدخل بعقد مقرنص ودليات، أما صحن الجامع مكسو بالرخام الملون في وسطه الميضاء. و
وفي هذه الفترة بدأ الأمير شيخه يهتم ببناء المساجد كعادة السلطان حسن، ومدرسة وجامع السلطان حسن معروف للجميع، فسار على نهج السلطان عندما قام ببناء عدد من الأبنية الإسلامية، يأتي على رأسها أولاً المسجد، ثم بعد ذلك بنى الخنقاة وبنى سبيل وغيرها من الأبنية. الأمير شيخون ترقى في عدد من الوظائف، منها مقدم الألف ثم إلى أمير كبير، واشتد نفوذه وكثرت أمواله حتى صارت كما وصف المقريزي كأنها أمواج البحر. هذه الأماكن التي بناها كانت على الطراز الإسلامي المملوكي، وأنفق عليها أموالاً باهظة حتى أنها أنجزت في للمنشأتين مئذنتان متشابهتان تعلو المدخل مباشرة بثلاث أدوار كما هو حال أغلب المساجد المملوكية. أما الخنقاة الشيخونية شيدت بعد المسجد بخمس سنوات لتكون سكن للطلاب والصوفيين، فهي تتكون من صحن تحيط به ثلاثة إيوانات، وتعلو بلطتي المحراب قبتين خشبيتين، وفيها دفن الأمير شيخون عند وفاته سنة 758 هجرية 1355 ميلادية. هذه المدرسة أو هذه الخانقة الشيخونية كان يدرس بها العلوم الشرعية كالقراءات القرآنية وكالفقه على المذاهب الأربعة، كالتفسير وعلوم القرآن، كالحديث النبوي الشريف وغير ذلك من العلوم الشرعية والعربية. هذه المدرسة كان يقوم بالتدريس فيها كبار علماء المسلمين، منهم شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والإمام جلال الدين السيوطي وغيرهم رحم الله جميع علماء المسلمين. قام أحد أمراء المماليك بضرب الأمير شيخ ضربات في رأسه وفي صدره، ولكنها لم تؤدي إلى وفاته سنة 758، واستمر في منزله مريضاً، وكان السلطان يعوده بصفة منتظمة حتى توفى بعد عدة أشهر في شهر ذي القعدة سنة 758 هجرية. المسجد تم ترميمه وتجديده بعد احتراق القبة والسقف سنة 1517 أثناء اختباء السلطان الأشرف طومان باي بي بعد إحدى معاركه الأخيرة مع السلطان العثماني سليم الأول، وتم تجديده عام 1519 عشان يعود هو والخنقاة مدرسة للعلم والتصوف والجمال.